طيب كتير ريحتها بتاخد لعال. يلا هاتيها بسرعة لشوف. يلا لازم تكتب وصيتك بقى، خلصنا. هاتي الأكل هاتي. اشتهيت الأكل كتير والله، كنت رح موت لو ما أكلت هلأ. إيه بترجاكم لا تحزوني، بس بدي أكلكم. شو هذا مدام؟ بدي أقول لك إنه يلي سرق المصاري مو ابني، أنا متأكدة لو كان هو كنت كشفته من عيونه، لأني أم. بترجاكم افهموني، في واحد من رفقات أيمن هو يلي سرق المصاري، خدوهن بدل المصاري، بجوز مو قد المبلغ، بس بترجاكم أنا بعدين بكمل لكم الباقي. عليا خانم أنا مقدر كتير يلي ساويتي، ومبين عم تتصرفي كأم بتحمل المسؤولية. مزبوط أستاذ مالك؟ أي مزبوط. غلطنا لأنه ما بلغناكي فورا، نحن كتير آسفين. خبرونا من المغفر إنه رفيق أيمن هو اللي سرق المصاري، وأيمن ركض وراه مشان يرجع المصاري، والمصاري لقيناهن مع أبوه للولد. نحن منعتذر، بترجاكي ترجعي الذهبات. الأحدب أكيد رح يكتب الوصية بعد ما يطلع من المشفى، وأنا رح خليه يكتب كل أمواله باسم فكرة. زبطت معنا هالمرة. لا تستعجلي، كل الأمور رح تزبط. أنت بس ديري بالك وعيك تغلطي. هالمسكين فكرة ما رح خليه يوقف على رجلي أبدا، رح يحلم بهالشي لأنه لازم يضل مقعد. إذا هو ضل مقعد رح كون الآمرة الناهية هون. لا تقلق، أنا بلشت أعمل له تمارين لرجلي مشان ما يقدر يوقف أبدا. كلياتهم أغبياء هون، بيصدقوا إني بحبه. سينا مشكت فيني بس دبرتها كمان، ما بتعرف قديش بكره هالغبي فكرة. بدي أخلص منه بسرعة، كل ما شفته بجي لأستفرغ. أنت بس فكري بالمصاري. صحيح، المصاري بتنسي التعب. شو منساوي؟ وش فكرة بيقرف، بس وش المال حلو. أنت اصبري لك شوي. مع السلامة. اركضي حبيبتي اركضي، يلا اركضي بسرعة، اركضي حبيبتي يلا عجلي. ما رح تهربي مني، اللعبة لسه ما خلصت، بالأول لازم تموتي. بدي قتلك كمان، والله لا أخلص مني. شلون بتساوي هيك؟ شلون بتحط أمك بهالحالة؟ يا ريت ما شفت هيك شيء، يا ريت. أنا ما شفت حدا ظالم مثلك بحياتي، ما شفت هالصورة فيك. سويت هيك من شأننا، من شأن حبنا. لا، أنت بتسمي هالشي حب؟ هاي رزالة فاروق، إهانة كبيرة. إذا كنت بتقدر تساوي هيك مع أمك وساويتها، أنا شو رح تساوي فيني بكرة؟ قال حب، قال إذا كان قلبك قاسي للدرجة هي، ما عندك لا رحمة ولا وجدان، وعملت معها هيك وقسيت عليها، أنت بكرة شو حتعمل فيني؟ بعدين يلي ما بيحترم أمه ولا بيشفق عليها ما ممكن يحب حياته، ما ممكن إنه يعشق، مستحيل يحب. ما رح يتغير أبدا بالمرة، وأنا كمان مستحيل إني أتجوز من حدا ما بيحترم أمه. فاروق يا ريت كانت أمي مثل أمك جورية، يا ريت.
ولك شو عم تساوي؟ اتركني بعد عني ولا؟ ولك عمل لك اتركني؟ شو انت مجنون؟ اتركني؟ ولك شو عم تساوي بعد عني؟ ولك اتركني ولا؟ يلا بابا يلا. اسماعيل تعي لهون. لوين رايحة؟ لوين؟ نوار، هدول عرفوا بكل شيء وسينا ما عم تلحقني وأنا هربت منهم بطلوع الروح. ولك أنا شو قلت لك؟ أنا ما قلت لك إذا غلطتي رح أقتل بنتك كمان؟ ليش ما صدقتيني؟ آه؟ لا بترجعك لا كتير. ما رح تهربي قبل ما تخلصي شغلك، عم تفهمي علي؟ ولا رح أقتل بنتك كمان؟ أمي خديني من هون. اركبي بالسيارة قدامي، يلا لشوف، اركبي. اطلعي خلصيني. ما صار مستحيل، بعد عنه لشوف. اتركوا يا حقير. لا اتركوا، بعد عنه يا حيوان. يلا لشوفوا. لا يعقوب يعقوب يعقوب. ولك شو بدك منا؟ رؤية لي انا. حط عالك براسك، بعد عنا. الزواج ما بيصير بالغصب، ما بيصير نساوي هيك. بعد عنا. لك اللي لك اتركوا. لا شو عم تساوي؟ ما مجنون؟ يلا طلع من هون. تمام خالي، صار لك شيء؟ طولوا بالكم، ساعدوه. يلا يلا يلا. امي زينب، خالي زينب، طولي بالك. انت بخير؟ الحمد لله انا بخير. اسماعيل، هذا انت؟ أنا جيت لحتى أعتذر منك سينام. عرفت الغلط اللي عملته لما خيبت أملك فيني وتركتك ورحت، بس أنا ندمت كتير. بترجاكي تسامحيني. كنت بدي أجي من قبل، بس كنت خجلان منك كتير، وأنا ما أجيت هلأ غير لأنه ضميري أنبني كتير سينام. الله يخليك يعطيني فرصة تانية. بترجاكي سينام، بترجاك يعطيني فرصة تانية. انقلع، لا تخليني اشوف وشك، انقلع. انت جرحتني كتير،
وما بدي تفتح لي جروحي هلا. أنا آسف سينم، أنا ندمان كتير، فهميني رجاء. أمي حبيبتي، أمي بدنا نروح على البيت، يلا جهزي حالك، يلا قومي، يلا بسرعة أمي. لا ما فيني روح. ليش؟ ليش عم تعنديني هلأ؟ أنت جاي تاخدني ولسه ما عرفت قيمة أمك يا ابني. بعرف إنك جاي تاخدني بس مشان ما تضيع رفاه، وأنا ما فيني روح. إذا عرفت قيمة أمك وما بتعيش بدونها بجي معك. أنا ما بسخف فيك وبساوي كل شي بتطلبه، بس إذا كانت نيتك غير هيك ما فيني أجي معك، وهيك بتكون عم تخدع البنت المسكينة رفاه. لا بدك تجي، بدك تجي، يلا قومي. أمي قومي تحركي، تركني يلا قومي، بدك تجي معي هلا. تركني. يلا تركني، شو عم تساوي؟ خلصيني يا خانوم، يلا يلا من شاء الله تركها، تركها وانقلع من هون. منين طالعتي لي انت؟ حرام عليك حليبة، يلا انقلع من هون. تركي ايدي خلص بكفي. ابني فاروق طولي بالك، لا تزعجي حالك. يلا رفع، يلا ردي علي، لك ردي، بترجاكي ردي. لك ليش ما عم تردي علي؟ ليش ليش ليش؟ لك شو انت اعمى ولا مالك طاسس قدامك؟ شو قلتوا له؟ مين الاعمى؟ طول بقى احكي له، انت بدك تتعسلي ما؟ يلا نقلع من هون. لك مين انت؟ مين مفكر في حالك؟ لك انا بتبعك. رفاه يلا ردي علي، لا تجننيني، ولك ردي ردي. لا تتصل فيني، لا تتصل بقى. طيب أمجد، ليش رايحين على بيت أخوك بهالساعة؟ منروح بكرة. حاجتك لعي امشي. أنت بتضل قلقان على كل الناس. حسبنا الله ونعم الوكيل. بنتك اللي راحت لعند جورية من الصبح ولسه ما رجعت لهلأ. تجي حليمة، أنا بناتي عقلهم كامل مو مثل أمهم. يلا امشي لشوف. ايه ماشيين، ليش عصبت هيك؟ حاجة تتصل بكفي. شوي شوي. خلاص أنا كتير منيح، اتركوني هلا. آه يا سالم، كل المشاكل صارت من ورا فجعنتك. عود هون عمي، استريح. لازم هاليومين ترتاح. أنا ما رح أتأكل بتمي، بدي خفف أكل، كان رح يموتني. سينام؟ ها؟ فكرت؟ 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 شو صار لك؟ ابني، أنت منيح ابني؟ شو صاير معك؟ علي. فكرت؟ أمي. أوس، تيمة. فكرت وقع على الأرض، تعالوا. فكرت؟ يلا شوي شوي، انتبه. انتبهوا منيح. شو صاير معك ابني؟ هديل. صح، وين هديل؟ وبنت مانا هون. هديل شيطانة أمي، شيطانة. شو عم تقول أنت؟ هديل حطت السم بأكل أبي وتجوزت مني بس لا تأخذ ورثة أبي وأملاكه. شو؟ شو؟ عمي طول بالك، لا تعصب. عمي هدي حالك، لا تعصب. قومي هالمرة بسرعة بسرعة. ايه ماشي. لوين بتكون رحت؟ هربت أمي، هربت. لازم لقيها. سينم لحقتها كمان، بدي أجلها. طول بالك سالم، بتخلوها تحت الأرض. عمي بترى
رجاك ما بصير هيك. خلص هلا طول بالك. بدك تلاقوني الحقيقه. انا بدي اجيب عمي اهدي اقعد هون. بدك تورط مصرياتي باب. انا بشوف بدك تسببني حاطة عين على مصرياتي. بدك تورطني شو القصة بنتي؟ عمك سالم ليش عم يعيط هيك؟ تفضل بابا، رح تستغرب كتير لما تسمع بالقصة. يلا فوتوا. يلا فوت فوت. شوي شوي تمام. يا ويلي خير، شو صاير هون؟ سالم لك سببتني يا أخي أمجد. الشيطانة هذه المرت ابني سببتني، بس ما رح تهرب مني أبدا. بقى رح لقيا وقتنا أوس. عمي وقف اهدى. قال إنه سينم راحت وراها. برأيي هديل مو لحالها، أكيد كمان في حدا وراها. أخي نحن جبنا حي على بيتنا، قال عم تخطط تورطني، بدها تاخذ مصرياتي. ما سمعتوا مني؟ قلت لكم انتبهوا منها. مرت ابنك حبيبتك كانت رح تقتلك، شفت سالم أفندي؟ سكينة لا تزيدي علي، أنا شو بيعرفني إلا هيك؟ سالم أنا شفتها عم تحكي مع نوار كتير، وكنت استغرب من وقفتهم مع بعض. بجوز نوار إله علاقة فيها. هلا بقى وقفي عندك، اصطفلوا منكم للمرة بس بعدوا عن نوار. نوار ما بيتدخل بهيك شغلات لأنه محترم وخلوق. لا ما فينا نظل واقفين، لازم نروح وندور على هالمرة وبسن لقيها. بدي أجلها. أنا رايح أدور عليها لحالي. ما بيصير هيك. دعوني بدي أجلها. دور شوي يا سالم، شبك يا زلمة؟ شو بدي أصبر أخي، الشيطان عم تهرب، لازم أمسكها قبل ما تهرب يا أخي. وقف يا سالم. وقف سالم. سالم وقف سالم أفندي لبين ما أشوف مين على الباب. جيت حاج الدقو. هديل فوتي لجوا يا قلية الشرف. شو ليشك عم تساوي؟ أمي أمي مين إجا؟ بترجاكم سامحوني، الله يخليكم. مسكتك كان بدها تهرب، وحتى أنا اعترفت لي بكل شيء. يلا احكي قدامهم لشوف. انت بدك تقتليني مو هيك؟ استنى سالم، بعد هون لك سالم على مهلك. طول بالك، فكر حالك فيه. خلص لا تعصب هيك، بكفي بقى. بعد سالم قلت لك بكفي بقى. سالم بدي قلت لك وين تقتلني؟ طول بالك ما بصير هيك يا سالم. طول بالك كوني بحالي. سالم بكفي كوني. ما في شيء، بس في عندي ردود بسيطة من الوقعة، بدها يومين راحة بالكتير وبالطيب. الله يعطيك العافية دكتور. شكراً لك، كنت رح تموتي بسببي. يا عمري بنت رؤيا. رؤيا تقبري قلبي يا رب، انت بخير ما هيك؟ تحسنتي؟ يعقوب تعالي معي. لا تضربوا أمي، معقول ما احنا نغلطها؟ بس هي غلطت معنا ولازم تتحاسب على غلطها. تعالي تحرك يا شو هيك؟ تعالي هون. خبريون يلا خبريون كل شيء. بدك يا سامحي طول بالك. انا خلي طول بالك. انا بدي اقتلك عمي. حشتك انا بدي اقتلك بحاجه. لك بكفي بقى، قلت لك اهدى يا ولك. انا كنت شاكك فيكي من الاول. اوعك انا كنت عم راقبها، بس هلا لحتى اوعك بايدي. ترجاكم خلوني روح، مشان الله سامحوني، مشان البنت يلي عندي خلوني روح الله يخليكم. يلا احكي لشوف. يلا احكي يا حقيرة. خبريهم يا قليلة الشرف. نوار قلي لهم انك دبرتي الموضوع مع عشيك اللي بازمير، وانا خططت لها تتجوزي فكرة مشان تاخدي ورثة عمي وكل مصرياته. يلا لشوف خبريهم كل شيء. لك انا فرشيك يا قليلة الشرف. قولي انك كنتي بدك تسمني عمي سالم وتستغلي وضع فكرة المقعد وتاخدي املاكه من ايده وما تتركي لهم شيء بالمرة. لك انا بديت لك واحد اخير. سالم لا تضربوا امي. لك يلا احكي. نوار بكفي. ايه حل عني اوس، منيح اللي ما قتلتها، ولك هيك تستاهل الحرق. بس ما بيصير تعمل هيك شيء، اذا مذنبه في محكمه ما بيصير نحن نحاسبها، نحن عنا قانون. ولك حارشك حكي فاضي بقى. لا ترحم الظالم اوس، لا ترحم الظالم، ولك انت لازم تعاقب الوسخين اللي مثلها ليكونوا عبرة لغيرهم. نوار معه حق، انت شيطان سالم. انت بدك تقتلني ولا بدي اتقبل هيك؟ حرام عليك ما رح تهرب مني. سالم بدك تقتلني وتهرب مني؟ سالم
أنا بدي عمي عمي يا ويلي أنا عمي شفتك عمي يا سالم سالم اهدى شوي خلاص كنو سالم هلا طلعت من المستشفى قلت لك طول بالك ما بيصير هيك يا عمي على الأقل مشان صحتك سالم وقفي وليك سالم عمي اهدى عمي طول بالك اجيتك نقدم شو بدك نوار طول بالك وقفي اجيتي حقيرة يا قليلة الشرف انت بدك تخربي بيتنا بدك تخربي سينم 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 ما بيصير هيك في قانون ومحكمة بيعاقبوها مو نحنا لا انا اللي حاسب طول بالك سالم شو عمي اهدى ما بيصير هيك خلص عود اهدى اهدى عمي أمجد منسلمها للشرطة والقانون بيعاقبها وتحاليل العم سالم أكبر دليل عنا وكلياتنا منشهد كمان والأدلة بتكفي لحتى يعاقب القانون أو اسمعوا حق منسلمها للشرطة ولك أي شرطة أنا بدي أخنقها بإيدي بس سينم سينم اهدي لا سينم أو سي بدي أقتل شو يعني هالمرة كانت رح تقتل عمو سالم وانتو سامحتوها ببساطة ورح تخلوها تهرب مو هيك لك حطت السم بالاكل انا عمي اهدى يا سالم عمي هدي حالك عمي بترجع يا سالم حطت في جنيت اهدى خلص بكفي عمي لا تفكر حالك مش عصرتك بترجعك يا عمي ما بصير لازم احكي معك رفاه رجاء يلا نقلع من هون ما قلك حكي معي روح من هون خدي الخاتم بترجاكي البسي حطي الخاتم بايدك انا اخذت قراري فاروق نقلع من هون نقلع انا ما بدي اياك بنوب طيب اسمعيني شوي بس اسمعيني ولا صدقيني رح احرق هالضيعه انا ساويت كل شيء من شاني قلعت أمي من البيت من شانك وبعت المحل ما فيك تديري لي ظهرك بهالسهولة لا تتركيني أنا آسفة فاروق لا تبكي قدامي يلا روح وبكي قدام أمك روح واعتذر منها ترجع لعندي لما تصير رجال بتروح وبتجيب لي فاروق يلي حبيته من قلبي ويلي هربت معه ويلي كنت مستعدة أفديه بروحي كمان رفاه بدي اتلك عمي طول بالك قلت لك بكفي لازم اتلك عود لك اهدى حطوا عقلكم براسكم كلياتنا هون منعرف انه غلطي بس هالشي ما بكفي ما فينا نساوي شي ولا منقدر نحاسبها لا انا بقدر حسبها شو عم تساوي فكرات انا يلي جبت على هالبيت انتو حذرتوني منه بس هديتها إلي اذا كان في حدا لازم يحاسبها على وسختها بيكون انا وبس انا يلي جبت هالشيطان اضربوني قولي على امتي سحوا فيني الارض بس لا توسخوا ايديكم فيها لا طالما انا يلي وسخت حياتي معها انا يلي بقتلها اخي اوعى تغلط اوس يا فكرة اوعك حط عقلك براسك لك لا مشان الله فكرات فكرات اهدى لا تقولها لك لحقوا يا جماعة اوس الحقوا لا 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 اوس
كمان فكرت. بدي اقتلها. نلعي من هون. نلعي. هدي حالك. ما بدي شوفك. نلعي من هون. ما بدي شوفك. برتكب فيك جريمة. نلعي. خلصنا بقى. امي. امي ما سوت اي شيء. هذا يلي خوفها لامي. وحتى هددها بالمسدس. خلاص ابني طول بالك. خوفتها. كانت رح تهرب. شو بساوي؟ امي ما سوت ما كان قدامي شيء بغير هيك. بس هو يلي قال. خلص يا عمري خلص. انا ما عندي غير البنت. بترجاكم لا تحرموني منها. ما في الا غيري. شو رح يصير فيها اذا انسجنت؟ انا رح اسلمك للشرطه مشان يحاسبوكي على اللي سويتيه. يلا امشي لشوف. امي الله يخليكم. واقف واقف. عود هون لشوف. عندها طفلة صغيرة وغلط كبير بحقنا انه نحطها بالسجن. مثل ما بدك يا عمي. القرار إلك. لاني بحترم قرارك كتير. وشو ما صار نحن عائلة. بس اللي بتمناه من قرارك انه يليق بشرف عائلتنا. عمو الله يخليك لا تضرب امي. مشاني لا تضربها عمو. لا تخاف امي. عليا أنا بدي أسألك سؤال. الأستاذ مالك شخص كتير منيح مو هيك؟ ما بعرف شي عنه. بحب الأولاد كتير. وأيمن ونرجس بحبوه كتير كمان. هو أستاذهم طبعا رح يحبوه. أنا اللي شايفته إنه محبتهم تجاوزت محبة المعلم والطلاب بكتير. بنتي أنتي ما لاحظتي؟ ما بعرف. وأنا كمان حبيت الأستاذ مالك. شو رأيك فيه؟ إيه طنجرة الحليب على النار هلأ بتفور. عمي اتركوني. بترجاك عمي الله يخليك. عمي انت كتير منيح. بترجاك إلهم يتركوا. خلص أخي اهدى انتهى كل شيء. ستي الله يخليكي خليهم يتركوا امي. والله ما سويت شيء. والله امي ما سويت شيء. اتركوها وخلونا نروح من هون. ماشي لكان خلوها تروح. المهم ما نشوفها هون وما تقرب من فكرة بالمرة. يا رب. بس يا مرت عمي غلطنا غلط كبير. نحن لازم نسلمها للشرطة ويحققوا معها وياخذوا كل أقوالها. لازم نعرف كل شي عنها وبعدين بدكم منتنازل عن حقنا. ايه مرت عمي لازم نخبر الشرطة بهالشي. يا ويلي أنا شو قصتكم أنتو؟ خلوها تروح بحالها. بدكم تبعدوها عن بنتها؟ ايه لأنكم ما بتعرفوا معنى الأمومة. خلص خلص تمام. نلعي من هون. إذا نحنا شفناك هون بعد هلأ رح نرجع برأينا وما رح نسامحك. حمدي الله عندك طفلة. يعني أنت رحتي بشفاعتها. وكمان بكرة بدك ترفعي دعوة طلاق بالمحكمة. بدك تنفصلي عن فكرة. بتشكركم. وعد رح أطلق منه. نلعي فكرة أخي. نلعي. خلص طول بالك. فكرة. نلعي. اهدى شوي. شكرا إليك ستي. نلعي. اهدى الله يخليك. اهدى شوي يا عمري طول بالك. لكن نلعي من هون. خلص فكرة. نلعي. امي استنيني. امي صحيح سامحتوها وخليتوها تمشي بس لا تصدقوا كلامها. بلكي هربت قبل ما تتطلق. انا رح الحقها واحكي معها. لكن نلعي. نلعي أخي. نلعي
العي. لوين بدنا نروح أمي؟ ما بعرف أمي، يلا استعجلي. طيب ماشي. ماشي يا عائلة الأدلي. كل شي تمام، طالما في عندكن هالشفقة رح أخرب عليكن كتير. أنا قلت لك كتير بس ما حدا صدقني. نوار شاب مثل الوردة، ما رح تلاقي مثله بكل هالضيعة. شاب مرتب ومتعلم وعاقل كتير وفهمان، وفوق هيك ابن أخوك. آخ تيمة آخ، ضيعته من إيده. حليمة، ليش كلامي مو مزبوط؟ شفت شو ساوى نوار؟ لك خلصت من هالمصيبة هي. يلا ليش واقف هيك؟ لك يلا خلينا نمشي. يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله العظيم. يا ويلي فاروق، شو عم يساوي هون؟ فاروق انت شو واقف عم تساوي هون؟ ليش واقف برا؟ فوت على البيت، بجوز رفاه تكون رجعت. يا امي حليمه، رفاه فسخت الخطبه وانا ما غلطت بنوب. ما عم تسمع مني، عطتني الخاتم. انا رح احكي معها، هيك موضوع ما بيصير نحكي فيه بالشارع قدام العالم. ماشي أبي. رفاه، رفاه. أمي حليمة بترجاك تساعديني، أنا ما فيني أعيش من دون رفاه. لا تواخذني ابني، أنا ما فيني أتدخل بهالشغلات. ساعديني بترجاك أمي. شبك لك فاروق، أنا ماني أمك هلأ، مو فسخت الخطبة، أمك بدار العجزة. ساويت كل شي مثل ما بدك، بس رفاه فسخت الخطبة. وأنا شو بقدر ساوي لك يعني؟ أنت ما حافظت عليها، ما في عندك عقل، شو هالجنان؟ أمي حليمة، أمي حليمة. خير يا بنتي؟ قال فسختي الخطبة مزبوط؟ يا ويلي شبه بنتي حبيبتي. آه يا عمري آه، والله زعلت عليكي، كنت بعرف فاروق رح يساوي هيك. أنا كان معي حق من الأول. برافو عليكي حبيبتي، منيح يلي تركتي وارتحتي. كرمال الله حاجتك بقى، كل شي صار بسببك أنتي، فصلنا بسببك. رفاه هلا صار الحق علي كمان؟ كل شي بصير بحطوه براسي. انا بهالبيت ام ولا شو يا؟ بكفي، ما بقى فيي اتحمل. ليش ما حدا بيحبني بهالبيت؟ ليش؟ شو هالحظ المعطر يلي عندي؟ يلا بسرعه. اطلعوا على السيارة، يلا بسرعة. أمي أنا ما بدي أطلع معه، عمو هاد بده يضربك. يلا تعالي. برافو عليك، كان تمثيلك ممتاز، مبين إنك ممثلة ناجحة. وأنا جاي على بالي أعرض عليكي بطولة شي فيلم، لأنك رح تنجح كتير. إيه حاجتك حكي فاضي، شو بدنا نساوي هلأ؟ رح نمشي على الاتفاق، أنت بدك تنفصلي عن فكرات وبعدين بتركك. وهذا وعد؟ وعد. أنا رح أخذك على بيت جميلة هلأ وبتضلي لموعد المحكمة، بس أوعك تفكري تطلعي من هنيك. ها أنا رح أجيب لك كل شي بتحتاجيه. تمام؟ تمام.
طيب والمصاري؟ ولك قديشك بتحبي المصاري؟ خلص رح أعطيكي قد ما بدي. شو اتفقنا؟ اتفقنا. ليش عندي حل تاني؟ بس اصحك تحاولي تلعبي معي. ها من هلأ رح أشتغل مع عائلتي، لكن أنا مو من عائلة الأدلي وفي عندي حساب كبير مع عائلتي، وأنا مستحيل روح من هون قبل ما أنتقم منهم. يلا بسرعة يا أولاد رح نتأخر على المدرسة. يلا أمي أنا صرت جاهز. وأنا جاهزة كمان. يلا نمشي لكان. عليا الأولاد تفطروا، أنت ما حطيتي لقمة بتمك، كلي شي بنتي. أمي ماني جوعانة. يعقوب ورؤية عندهم عملية نقل كلي اليوم، ما تنسي. رح وصل الأولاد على المدرسة وأرجع فورا. أخ يا ابني يا حبيبي، أخ على حظه، الله يحميه ويشفيه. هذا فكرة عليا، رد عليه. ألو اسمعني يا ابني، ما بدها تحكي معك. شو؟ فهمت عليك، فهمت. شو بدي أقول يا ابني؟ والله ما بعرف. كشفت هديل على حقيقتها وطلعت هي اللي حاطة السم بأكل خالك سالم وقلعوها من البيت. شفتي يا بنتي، الله موجود وبيسمع دعوة المظلوم وبينصره دايما. بدك تحكي مع فكرة شي؟ أنا ما في شي عندي إلو يا أمي. ابني أنت عم تتصل فيها من مبارحة، بكفي ابني وما رح تحاكيك. ليش لتحاكيك؟ أنت عذبتها كتير معها. آه يا ابني أنا نصحتك كتير بس ما سمعتني. خلص بقى انتهى كل شيء. شو ما صار علي لازم تسامحني، رح خليها تسامحني. أنا بدي أزحف لعندها مثل الكلاب، بس المهم تسامحني. أنت طلقتها يا ابني وما تركت مجال للرجعة بالطريقة اللي طلقتها فيها، هالشي صار مستحيل. أنت لازم تتقبل الواقع. يلا تسطح ريح حالك شوي. آه يا كنتي علي، آه آه. وأحفادي والله عم يحرقوا لي قلبي، بس أنا كمان لازم أقبل بهالوضع، لأنه الزواج والطلاق ما بيلتقوا مع بعض، تطلع كلمة من التم وبينتهي كل شيء. لا لا أمي لا. يا عم لا. بكفي. أمي ها أخي، طلع الصبح وما قدرت نام، كأنه اللي صار مبارح مثل المنام. ما عم صدق، يمكن لحنا غلطنا. برأيي كان لازم نسلمها للشرطة ونبين إنه في علاقة بين نوار وهديل. يلي صار صار يا بنتي، المهم ينقلعوا ويضربوا راسهم بالحيطان أو يساوي شو ما بدون. سكينة أنا جوعان كتير، حضري لي الفطور. يلا ماشي سالم أفندي، هلأ بحضر لك الفطور. بس لا تحطيني أدوية أو فيتامينات بنوب. ليش مفكرني مثل كنتك حبيبتك سالم أفندي؟ ها شو بيقولوا؟ سكينة يلي بيحترق لسانه من الحليب السخن بينفق على اللبن قبل ما ياكله. يلا بخاطرك امي، الله يحميك. رايحه على المدرسه. مع السلامه يا بنتي، مع السلامه. يلا يلا الله معك. يلا امشي على المطبخ. يلا طيب ماشي. يلا سينا بترجاكي بس اسمعيني شوي. سيد اسماعيل رجاء بعد عن طريقي، روح واتركني بحالي. انت لازم تسمعيني. لا انا ما رح اسمعك ولا بدي اشوف وشك.
يلا انقلع من وشي. سينا بس اسمعيني لحظة ورح تسامحني. انت شو بدك مني؟ لك شو بدك مني؟ انا جاي لحتى اعتذر منك سينا. بترجاكي اسمعيني، صدقيني من هداك اليوم وانا ندمان كتير، انت كنتي صادقة بس انا غلطت بحقك وقبلان بكل شي بتطلبيه. ما عندك خبر شو ساويت فيني؟ ما سمعت شو صار فيني بعد ما تركتني وضيعت لي املي؟ لا انت ما تركتني وبس يا اسماعيل، انت دمرت لي حياتي، انت قتلتني، زتيتني بالنار ورحت. انا شلون بقدر انسى هالشي؟ شلون؟ ليش تغيرت هيك فاروق؟ ليش؟ فاروق تعال أقلك تعال. آه يا ابني والله بشفق عليك، أنا سويت كتير مشانك وحكيت مع رفاه كتير بس ما عم ترد علي. طال على أبوها عنيدة كتير. ابني ما بتناسبك بالمرة، شايف عم تعذبك من هلأ، الله أعلم شو بعد الزواج. برأيي تركها وانساها. يا سلام، أهلا وسهلا فيك ابني نوار. أهلين أمي، بدي أحكي مع عمي أمجاد، يا ترى هو بالبيت؟ إيه والله طلع قبل شوي بس ما بيتأخر، هيك قال لي، يعني رح يجي. ها إذا بدك فوت لجوا، أنت مو غريب ابني، هاد بيت عمك. بس هذا فاروق كتير نوري، مو متلك فهمان ومتعلم. بنتي تركته ولسه واقف هيك قدام البيت. ولد أزعى، والله بخاف يساوي شي. لا معناتها فسخوا الخطبة. ماشي بدي روح أمي، بمرق بعدين. مع السلامة، الله يحميك. أمي حليمة، زكاتك اندهيلي رفع، بدي أحكي معه رجاء. رفع أنت لسه شو بدك مني؟ شو بدك؟